السلام عليكم، أنا أحمد الإمام، وده الفيديو الأول من سلسلة براجماتيك بروجرامر. السلسلة دي هنتكلم عن السوفت سكيلز. زي ما بنهتم بالتكنيكال سكيلز لازم نهتم بالسوفت سكيلز. ليه اهتمامك بالسوفت سكيلز مهم؟ اهتمامك بالسوفت سكيلز مهم قبل ما يكون مهم ليك في شغلك، هو مهم ليك كبني آدم عموما. السوفت سكيلز بتتضمن ايه؟ بتتضمن انك تتعلم ازاي تتعامل مع الناس، فمنها تعرف ازاي تقدر تتعامل مع زمايلك سواء في الشغل او الناس برا الشغل في الحياة عموما. هتتعلم ازاي تتفاوض على المرتب او غيره في المواقف اللي قدامك في الحياة. هتتعلم ازاي تكومينيكيت عموما في شغلك. تتعلم ازاي تريزولف الكونفليكت لو حصل مشكلة ما بين وما بين حد في الشغل، او حصل مشكله ما بين الناس في التيم بتاعك لو انت اللي بتليد التيم. في خلال السلسله دي لو انت مشيت على الملحوظات او المعلومات اللي بنقولها هتلاقي نفسك بقيت ديفلوبر احسن او سوفت وير انجينير احسن، وبقيت انسان احسن. ليه الكتاب ده بالذات؟ الكتاب ده انا شايف انه بيغطي معظم المواضيع المهمه اللي انت بتحتاجها عموما في الشغل، والمواضيع بتتناقش بطريقه منظمه شويه، وعباره في الكتاب هي عباره عن توبكس، فاحنا مش هنمشي فصل فصل، فاحنا هنباك التوبكس المهمة وهنبدأ نتكلم عنها. فأنا هختار التوبكس على حسب أهميتها، على حسب التوبكس الأكثر استفادة، وبعد كده هنبدأ نتدرج في التوبكس. ففي خلال السلسلة دي زي ما أنا قلت هتبقى ديفلوبر أحسن، وهتفهم الديفلوبمنت بروسس بتاعتك بشكل أفضل، فده هيحسن إنتاجيتك، وطبعا نتيجة لإنك هتبقى ديفلوبر أحسن هتبقى من ضمن الناس اللي تقدر تطلب مرتبات كبيرة أو مرتبات أحسن من المرتب الحالي بتاعك. فلو انت عايز تبقى سوفت وير انجينير احسن، وعايز تحسن انتاجيتك في الشغل، وعايز تاخد مرتب احسن، وعايز ازاي تعرف تكومينيكيت مع زمايلك، وعايز ازاي تقدر تتفاوض بحيث تاخد مرتب احسن، فالسلسله دي هتكون مفيده جدا ليك. السلسله دي هتساعدك انك تقدر تطور الكارير بتاعك بشكل اسرع، هتخلي فيه باص او طريق قدامك تقدر تمشي عليه بحيث تختصر لك بعض الوقت، فما تبقاش بتتعلم عن طريق الترايل ايرور، انك عمال تجرب وتشوف لا انا جربت الطريقه دي ما نفعتش معايا، لا، فما يبقى عندك نوليدج وشفت خبرات ناس تانية، فده هيوفر عليك بحيث تتجنب المشاكل اللي الناس تعرضوا ليها. في بداية الكتاب تطرق على الصفات المهمة اللي المفروض تبقى في أي براجماتيك سوفت وير انجينير أو براجماتيك ديفلوبر. أول واحدة وهي الايرلي فاست ادوبتر، يعني تكون بنسبة ما متابع جيد للتكنولوجيز الجديدة، وتقدر تتابع إيه اللي اتغير وإيه اللي زاد في التكنولوجيز المرتبطة بشغلك والتكنولوجيز المحيطة بيها عموما، وإنك تقدر تبيك التكنولوجي أو تختار التكنولوجي اللي أنت شايف إن دي هتكون هي المستقبل. وطبعا من الناحية التانية ما تبقاش برضو ديفلوبر ماشي مع الترند، يعني كل ما تطلع حاجة ترند الله لا خلاص ده دي هي التول، لا، لازم تروح تجربها وتجربها بعقل نقدي، يعني تقدر تبقى فاهم ايه المشكلة اللي هي بتعالجها، فيبقى عندك رؤية هل دي فعلا بتحل مشكلة ما وهتبقى مفيدة في المستقبل، ولا هي مجرد ترند طالع وخلاص وبعد كده شوية وهيروح. فمن خلال رؤيتك دي لو انت بقيت من الفيرست او الايرلي ادوبتر للتكنولوجي دي، فده هيفرق معاك. هتبص تلاقي مثلا في خلال سنة سنتين الناس بتدور على حد يعرف التكنولوجي دي، وطبعا الناس هتكون لسه بالنسبة لهم جديدة، فتكون انت واحد من الناس، وبالتالي هتبقى واحد من الناس اللي بتاخد سالاريز كبيرة لانك عارف في تكنولوجي محدش غيرك يعرفها. وطبعا كل ما انت تبقى شغال على تكنولوجي الطلب عليها كتير وعدد المتاح فيها قليل، فده معناه ان السالاريز بتاعتها هتبقى كبيرة. يعني مثلا لو هنفترض على السوق في مصر معظم الناس شغالة بي اتش بي او دوت نت، فهتلاقي عدد الناس المتاحة كتير، فبالتالي المرتبات بتاعتها قليلة. على ناحية تانية هتشوف لغات تانية مثلا سواء روبي او غيرها من بعض اللغات التانية اللي هي عدد الناس فيها قليل، فهتلاقي طلب عليها كتير بس العدد المتاح قليل، فبالتالي المرتبات بتاعت الناس بتاعتها بتبقى أكبر. تاني نقطة مهمة من صفات البراجماتيك بروجرامر وهي الكيريوسيتي أو الفضول، إن يكون عندك فضول إنك تتعلم، إنك دايما أي حاجة تشوفها في خلال شغلك يبقى عندك فضول إنك تروح تسيرش عنها وتشوف دي بتتكلم عن إيه، أو إنك تكون مثلا بتقرأ كتاب مهم والكتاب أنت شايف فيه مصطلحات أنت مش عارفها، فما تقولش لا أنا هعدي وهكمل قراية وخلاص، لا أنا شفت مصطلح جديد أنا هروح أدور عليه وأبص وأتعلمه وأرجع تاني أكمل في الكتاب اللي أنا بقراه. وده مش بس خاص بالتكنيكال، كمان خاص بالبزنس، يعني في شغلك لازم تبقى عارف الدومين بتاع شغلك كويس، ويكون برضو عندك نفس الكيريوسيتي انك تعرف اي مصطلح بيظهر في البزنس دومين بتاعك انك تروح تقرا عنه وتتعلمه، فما يكونش اهتمامك بس تكنيكال، لا، يكون اهتمامك كمان بالبزنس، وده جزء مهم جدا، وده اللي بيفرق سوفت وير انجينير الكويس عن غيره. بعض الناس بتهتم يقول لك انا لازم ابقى تكنيكال كويس جدا وخلاص، فده هو بالنسبه لي المهم. اه طبعا انك تبقى تكنيكال جيد ده مهم جدا، بس اهتمامك
اهتمامك بالبزنس ده بيزود الفاليو بتاعتك بالنسبه للشركه بتاعتك، حتى بالنسبه للشركه اللي انت رايح لها. يعني انت لو بتعمل انترفيو، من ضمن الحاجات الاساسيه انك لازم تدخل تبص على البروفايل بتاع الشركه وتعرف البيزنس دومين بتاعهم ايه، وتقرا عنه لو انت ما تعرفش عنه، وتعرف هم بيتارجتوا ايه بالظبط وايه المشكله اللي هم بيحلوها. فلو انت بينت لهم ده في الانترفيو فيعرفوا ان انت حد مهتم عموما بالشركه. وطبعا لازم تبين لهم اهتمامك بالمجال ده، لانه هو ده اللي بيفرق معظم الناس او سوفت وير انجينيرز كويسه. هو مش هيروح على اي شركه وخلاص، لا، هيبقى بيتارجت شركات معينه اللي هي بتارجت بزنس معين، سواء مثلا شركات شغاله في الفينتك، شركات شغاله في الاي اي، او واتيفر التكنولوجي اللي انت عندك شغف بيها، فبيكون بتارجتها. ده بيدي فاليو زياده ليك بالنسبه للشركه، لان هم يعرفوا ان انت مش بتدور على اي شركه وخلاص، لا، انت متارجت شركه معينه لان انت شايف ان هي بتحقق لك فاليوز معينه. فده هيخليك فاليوبل بالنسبه لهم، بيدي بلاس بوينتس، يعني ان انت شخص جاي عايز تستقر لانك مش مجرد شخص عشوائي بتدور على اي شغلانه وخلاص. كمان من ضمن النقط المهمه في الكيوريوسيتي انك يبقى عندك اهتمام بالتيمز اللي حواليك. يعني ايه؟ يعني انك تبقى عارف كل حد في التيم اللي معاك، السايكل كلها اللي بيحصل فيها، فتبقى فاهم مثلا لو انت باك اند ديفلوبر تبقى فاهم الفرونت اند ده بيعمل ايه، وتعرف شويه معلومات عن شغله. مش لازم تتعمق طبعا، بس تبقى عارف هو شغله عباره عن ايه، تشوف الكيو اي ده دوره ايه، بيعمل ايه، البرودكت اونر ده بيعمل ايه. تبقى فاهم او عارف السايكل بتاعتك كلها، مش مجرد ان انت بيجي لك تاسك بتسلمها وخلاص. تالت صفه انك تبقى كريتيكال ثينكر، يعني انك تقدر تفهم وتحلل وتقيم الكلام اللي بيتقال لك، ايا كان مين الشخص اللي قال لك الكلام. لازم تبقى عندك جزء من الشك ان كلامه ده ممكن يكون مش صح، فانت تروح تتأكد بنفسك ان الكلام ده مظبوط، ولازم الكلام يعدي على مخك الاول وتعمله بروسس، ما تبقاش مجرد بتاخد كلامه خلاص. يعني مثلا انت بتقرأ مقال، ما تفترضش طبعا ان اللي كاتب المقال ده شخص ما بيغلطش، لا، كل الناس بتغلط، فانت لازم تعرض كل المعلومات اللي بتتقال على عقلك وتروح تتأكد منها من مصدر تاني، تتأكد هل فعلا الكلام ده صح. ودايما طبعا من ضمن الحاجات المهمة للبراجماتيك بروجرامر او للشخص عموما اللي في المجال هنا، انه يتعلم من اكتر من مصدر، فما يبقاش هو مصدر واحد ليك اللي انت بتتعلم منه، لا، بتشوف وجهة النظر دي ودي ودي، دي هتفيدك جدا. انا عن نفسي دايما اما باجي اتكلم في موضوع معين او احب اتعلم موضوع معين، فسواء هقرا مثلا من كتاب، فهروح اشوف فيديوهات، فممكن اسال حد من زمايلي او اصحابي اللي انا عارف ان عندهم خبره في الجزئيه دي، اعمل معاه كول، اقول له اشرح لي، فهمني الحته دي. حتى لو انا عندي نولج، لا، انا هستنى واسمعه فاشوف وجهه نظره الثانيه هتكون ايه، فهبقى عرفت من اكتر من شخص، وبناء عليه المعلومة اللي في دماغي هتتثبت بطريقة كويسة، او لو انا عندي معلومة غلط فهتتصحح لي. يعني مثلا حد معاك في الشغل، انت مديله تاسك او هو زميلك شغال على تاسك، وانت لقيت الحل انت مش مقتنع بيه، فهو بيقول لك ده الحل الوحيد اللي موجود، فانت ما تاخدش الكلام انه مسلم بيه ده فعلا الحل الوحيد اللي موجود. انا مش قصدي طبعا من كلامي ان انت ما تبقاش في تراست بينك وبين التيم، لا، انك بتفكر، بتشغل مخك، مش مجرد بتاخد المعلومة وخلاص، ده مفيش حل تاني، لا، انت بنفسك تروح تبص حتى بصة سريعة سواء في وقتك الخاص او في وقت الشغل، تتأكد هل فعلا الموضوع ده هو ده الحل الوحيد اللي ليه، وتدور وتحاول تشوف. لو لقيت خلاص ان الموضوع فعلا كده، فخلاص يبقى انت اتأكدت، مش مجرد خدت المعلومة ان هي مسلم بيها وخلاص. رابع صفة مهمة في البراجماتيك بروجرامر انه يبقى رياليستيك، يعني يبقى واقعي، يبقى عنده فهم جيد للتول اللي هو بيستخدمها، وعنده فهم جيد للبيزنس بتاعه. فمثلا لما هيجي لك تاسك تشتغل عليها، او حد هيقول لك على فيتشر معينة عايزين نشتغل عليها، بناء على النوليدج اللي انت بنتها هيبقى عندك قدرة انك تقدر تقسمت مثلا التاسك دي، تبقى عارف انها تاخد وقت قد ايه، وعارف مدى صعوبتها او مدى سهولة تنفيذها. فطبعا عشان تقدر توصل للمرحلة دي زي ما انا قلت، لازم يبقى عندك فهم للتكنولوجي اللي انت بتشتغل بيها، وفي نفس الوقت عندك فهم جيد للبزنس دومين اللي انت شغال عليه. فدايما اما تبقى شغال في شركة تحاول تتعمق بشكل جيد في البزنس بتاعك عشان يبقى عندك فهم جيد، فوقتها اما حد يجي يقول لك على فيتشر معينة فتبقى عارف تقدر تقول له لا، ده دي هتاخد وقت كذا، لا، دي سهلة او مش سهلة، بناء على فهمك الجيد او الواقعي للسيستم. لو انت مش فاهم البروجكت بتاعك ككود وايز او كاستراكشر بتاعك، او فاهم الاركتكتشر بتاع السيستم اللي انت شغال عليه من ناحيه التكنيكال بشكل جيد، او فاهم البيزنس دومين بتاعك بشكل جيد، ده هيخليك مش قادر تيستيميت او تحدد بالظبط اي تاسك بتطلب منك هتاخد وقت قد ايه، وهيبقى دايما عندك مشاكل انه اوقات التاسك تبقى بسيطه انت شايف انها تاخد وقت كتير او العكس. خامس صفه من صفات البراجماتيك بروجرامر انه يبقى ويلنج تو ليرن، ومش بس معناه انه عاوز يتعلم في المجال بتاعه، لا، انت لازم تتعلم في المجال بتاعك. زي مثلا انت شغال فرونت اند او باك اند او وات ايفر او
اوبس، فانت لازم تتعمق بشكل كبير في المجال بتاعك، بس لو طلب منك حاجه بره المجال بتاعك ما تقولش لا انا شغال بس كده، انا بعمل بس الجزئيه دي، الموضوع ده بالنسبه لي لا انا ما عملتوش، انا ما بعرفش اعمله. لا، تبقى دايما ويلنج ان انت تتعلم اي حاجه جديده، وما تطلب منك تاسك تقول تبقى واضح معاهم ايوه انا ما اعرفهاش بس انا هقدر اتعلمها في خلال وقت قد كذا، واقدر اجرب ان انا اعملها واشتغل فيها. مثلا لو انت شغال باك اند فتعرض عليك تاسك فرونت اند تقول لا انا ما بشتغلش فرونت اند، انا مش بعرف، انا مش، لا، دايما خلي عندك القابليه ان انت تتعلم حاجات بره النقطه بتاعتك، حتى لو انت مش شايف ان ده هيفيدك حاليا في الخطوه اللي انت فيها بس هيفيدك قدام. مثال مثلا انا عن نفسي اول ما اشتغلت كنت شغال، اول حاجه كنت شغال شغل في فرونت اند وكده، فكنت انا حابب ان انا اشتغل في الباك اند، بس كانت الفرصه اللي قدامي ان انا معظم الشغل كان اسما يعني ان انا بشتغل باك اند، بس كان معظم الشغل كله متعلق بالفرونت اند. بعدين مع مرور الوقت ما بقيت مسؤول عن ناس وبقيت مثلا بليد تيم او كده، فهمي للجزء بتاع الفرونت اند خلاني قادر ان انا ليد تيم مختلف من باك اند وفرونت اند، مش مجرد ان انا بليد مثلا ناس باك اند بس. فهتلاقي الحاجات اللي انت شايف دلوقتي ان هي مش هتفيدك، لا صدقني بعدين هيبان ويظهر لها فايده. فانت دايما خليك باصص لقدام، ودايما خلي عندك الحماس انك تتعلم اي حاجه تظهر قدامك اتعلمها. يعني انا اول ما بدات شغل كنت شغال بي اتش بي، فجي في الشركه اللي كنا فيها قرروا ان هم بعد انفستيجيشن كبير عملوه بتاع ان هم هيستخدموا مثلا روبي، فخلاص انا وقتها قررت خلاص انا لازم اتعلم روبي واتعلمها بشكل كويس واقدر اعرف كل تفاصيلها بحيث اما نبدا نشتغل ابقى قادر اضيف فاليو بسرعه، ما يبانش ان انا مقصر او مش عارف. وطبعا ده فادني بعدين ان انا قدرت الاقي شغل احسن ومرتب احسن وهكذا. فدايما ما تبصش تحت رجليك وبص قدامك، اول ما تلاقي فرصه انك تتعلم اتعلم وما تترددش. طبعا حد هيقول لي ان التعليم او انك تذاكر العمليه مرهقه، وانك لو قعدت تبص مثلا على الصوره الكبيره سي انت هتقول يا انا لسه هذاكر الخمس كتب دول او العشر كتب دول. لا، حاول تخلي التعليم بالنسبه لك هو بروسس، هو مش حاجه بتتوقف على الشغف بتاعك والحماس، لان الحماس ده هينتهي لو انت مثلا متحمس انك تقرا كتاب او تشوف كورس، الحماس ده هينتهي بمجرد انك هتبدا في الكتاب او هتبدا في الكورس. بعد اول فيديو او بعد اول كام صفحه في الفصل الاول من الكتاب هتلاقي نفسك الحماس راح. فاللي هيحركك ان انت يبقى فيه بروسس دايما، بروسس بمعنى انك تبقى عارف انت اولا تبص على السكوب الصغير، انا والله محتاج اخلص الفصل ده من الكتاب في خلال اسبوع، فلازم تحط جدول زمني ليك يوميا، مثلا هتذاكر ساعه هتذاكر ساعتين، وتحط تارجت قريب. يعني مثلا ايه، هتقول انا هذاكر الفصل الاول من الكتاب ده، بعد كده مثلا هبص على فيديو او حاجه تانية متعلقه بيه بحيث اعمق الفهم بتاعي للكتاب، وبعد كده اكتب مقال. يعني تبقى في تاسك في النهايه انت هتناوي تعملها بعد مذاكرتك للجزء ده بحيث تثبت معلومتك، ويبقى ده بشكل دوري، يبقى زي بالظبط ما انت يوميا انت بتروح الشغل، ويوميا انت بتاكل وبتشرب، ويوميا بتصلي. تبقى المذاكره بالنسبه لك زي الصلاه وزي الاكل والشرب بتاعك، ان هي جزء من يومك. حتى لو انت هتذاكر صفحة صفحتين او هتقرا مقال هتعمل اي حاجة، المهم ان اليوم ما يعديش من غير ما تقرا حاجة، هتلاقي نفسك بعد كده بتتعود. وفي الايام اللي الحماس فيها زايد هتلاقي مذاكرتك بتزيد، بس الايام اللي ما فيهاش حماس ودي بتبقى اكتر تبقى على الاقل بتذاكر المينيمم اماونت اللي يكفيك ان انت تقدر تمشي في نفس البروسيس بتاعتك. ده كان الفيديو الاول من سلسلة براجماتيك بروجرامر او هاو تو بي ا بيتر سوفت وير انجينير. اتمنى يكون الفيديو عجبكم او ضاف اي معلومة جديدة، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.